الحين علشان ودي البلنت شيب عشان نحركه بطريق المايك او الويف، نلاحظ اول شيء عندنا الانيميشن بلنت شيب، مفروض انه فاعل. هذا الـ A A والـ O عندنا الـ M. اوكي، الحين نودي عندنا البلندات هذيلا خلاص ما لهم داعي، نقدر نسوي لهم ديليت. اوكي، نأشر عليه. طبعا لازم يتحول اف بي اكس، علشان نحوله اف بي اكس في عندنا بالويندو البلاجن لازم يكون فعال اف بي اكس مايا، لازم نتفعل. اوكي، نروح على فايل اكسبورت اول، تست 001. اوكي، تقول له اكسبورت. الحين اذا رحنا على موشن بلدر نروح نقول له اوبن، تست 1. اوكي، كنترول اي طلع لنا العظم والهذا زين. الحين مجرد ما نأشر على الجسم في عندنا بالبروبرتي راح نلقى البلندات اللي سويناهم بالماية. الحين نلاحظ البلند قاعد يتحرك دل A كل O، عندنا لو بولي هني صاير. يفضل اذا توديه على طبعا تقدر تسوي تخليه كذي وتوديه تسوي البلند مالك والحركة وتوديها ترجعها هناك. الحين إذا بنربط الصوت مع البلند عندنا بالأسيست براوزر عندنا كاركتر، في عندنا شيء اسمه أكتر فيس ممكن نأشر عليه ونقطه على البلند ونقول له اتاتش فيشل. اوكي، راح نلقى الاكتر
والفيس. الله أكبر، شوي وارجع لكم.